من تركيا. ألو، أي تفضل. السلام عليكم، كيف وعليك الحال شيخ؟ وعليكم السلام. الصوت عندي واضح؟ أي نعم، من وين جنابك؟ من سوريا صح؟ لا، أنا من شمال أفريقيا، بس السورية عندي أسهل من اللغة العربية الفصحى، إذا يعني إذا ما في مشكلة. طيب يا أهلا بك. سني سابقا شيخ، سابقا، أنت من وين؟ من شمال أفريقيا. ضروري أقول ها، لا لا خلاص، إذا تخاف خلاص. يا أهلا بك، يا أهلا وسهلا. يعني طالع من السنة. أنا طالع حديثا من السنة، بعد ذبح الدام تقريبا 5 سنوات، قررت إنه أخطو الخطوة اللي أخذت مني كتير وقت، بس يعني توفقت بالموضوع آخر شيء. طيب و طيب تفضل، ما موضوعك؟ عندي بس سؤال، يعني بجديد بحضرك أنت، وبدي أعرف، بدي سؤال عن موضوع المشيئة الإلهية، إذا يعني فيني أخذك شوي عن الموضوع. طيب طيب تفضل. يعني كيف نثبت إن واحد فيه مشيئة الله؟ يعني مثلا إذا واحد بيسوي أي شيء، إذا بنفسر إنه مشيئة الله، ممكن نفسر أي حركة مثلا، يعني بس إذا قعد وقف مرتين ما فينا نحاسبه ولا نسأله، لأنه نقول إنه هو من مشيئته. كيف فينا نثبت إنه واحد عنده مشيئة الله؟ تفضل شيخ. هذا لا يكون إلا للنبي أو الوصي، لأنه لديه وحي، فالنبي يتحرك بمشيئة الله. إن كان النبي محمد فهو المشيئة الإلهية، وإن كان بقية الأنبياء فالأنبياء متصلين بالله، فتحركاتهم تحركات إلهية، أما عامة الناس لا. تمام. لا، مثلا عندكم في المذهب الشيعي انه في 12 امام، فمثلا كيف يعني مثلا ممكن واحد منهم بس يدعي انه هو واحد من الائمه، انه هو مشيئه الله، فاي شيء بيسويه او تفضل. ما يصير الادعاء عندنا صعب، ما يصير، لأن عندنا روايات النبي صلى الله عليه وآله كان يبشر بأسمائهم وبصفاتهم، والروايات جاءت قبل أن يولدوا، فالادعاء عندنا ما يصير، ما لن تجد له طريقا أبدا. يعني الموضوع جدا دائرة مغلقة، مغلقة بمعنى الكلمة، فما حد يقدر يدعي، ما حد يقدر يخرج، ما حد يقدر يدخل. أسماءهم موجودة ومكتوبة وموصى بها قبل أن يولدوا لهالدرجة، فالادعاء ما يكون عندنا، الادعاء ما يصير. احنا مو مثل أبو بكر يأتي يدعي يقول أنا خليفة، ما تصير عندنا، احنا عندنا نصوص، ولذلك تعرف شو يقال سويت هلا شيخ؟ منصوص عليهم. اي تفضل. تعرف شو سويت هلا؟ انت هلا حطيت علي الحجة، فبتسيع ان شاء الله. يا هلا بيك، يا هلا. انت هذا السؤال كان واقف عندك؟ هذا السؤال اللي كان واقف عندي، يعني صار لي تقريبا فترة شهر ونص بسمع لك، فتقريبا حليت جميع المشاكل اللي كنت انا بشوفها بالمذهب السني. كيف النبي معصوم، واني لما كنت بسمع الاحاديث هي من قبل، بلاقي حالي بضحك على نفسي وانا بحاول انه كيف اني اتجاوزها ولا بفسرها لنفسي. فكنت انا بس يفتح معي حدا الموضوع انا بفكره على طول، بشوف انه صعب انه ادافع على نبي بهالموقف يعني. فلما بلشت احضر قناتك شفت انه في اكثر يعني اشياء، وانا كنت حتى بفترة بحث تقريبا 5 سنوات ما ولا طلعت عليه ولا وصلت له، انه هالمواضيع محجوب عنه كثير، ما بعرف ليش. ف ها بس هيك. الحمد لله، يعني فترة الشهر هذه عادلة السنوات اللي بحثية اللي عندك. اي الحمد لله، الحمد لله. يا أهلا ومرحبا، يا أهلا وسهلا، إن الشرف، بارك الله بك أنك تخطو هذه الخطوة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بتصرف، وأنا بارك بتصرف. الله بك. قل معي على بركة الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بعتذر قاطعتك شيخ، بس معي زوجتي كمان بدها تتشيع، فالمفروض نقولها مع بعض نفس الوقت. اي ما شاء الله. بس اي نعم، اي افتح الميكروفون الخارجي. تمام. بس يا اهلا بيكم، يا اسمعني اهلا شيخ. ومرحبا. اي نعم اسمعكم. اي نعم. تمام، حياكم الله، اهلا وسهلا. فيك بس تعيد الله. اي نعم، قولوا معي، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، إلها واحدا أحدا صمدا، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، وأفضل العالمين، أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، وخير خلق الله بعد محمد، وخير خلق الله بعد محمد، وأحق خلق الله وأحق خلق الله بمقام محمد بعده، بمقام محمد بعده، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وهند وحفصة وأم الحكم لعنة الله عليه. لعنة الله عليهم. الحمد لله، احنا ظلمنا كثير يا شيخ، الحمد ظلمنا لله. كثير وضاعوا العمر سنين، ظلمنا كثير، ظلمنا. هنيئا لكم كيف ركوب سفينة بيخبوا النجاة. علينا كل هالشيء يا شيخ؟ يعني كيف الإنسان بيكون له ضمير يخبي عليه كل هالشيء؟ يعني فعيب والله العظيم، عيب. يعني هذا الناس يعني كيف تجحد كل هالشيء وهي بتعرفه؟ يعني كيف الإنسان بيكون له ضمير إنه يدافع عن هيك شيء؟ فمستغرب من الموضوع والله، وبيضحكوا على الناس. يعني كيف هدول، كيف راح يتحاسبوا يوم القيامة شيخ؟ مؤامرة، هي مؤامرة إلى الآن مستمرة على النبي وأهل بيته. يعني حتى بالمدارس يدرسونا، يعني إنه السيدة عائشة يعني شريفة ولازمنا نقتدي بها ولازمنا يعني نكون مثلها، ويا بس يعني أستغفر الله وبس. ملاحظة جميلة، أحسنتم. هم كانوا دائما، بصراحة أنا ما استغربت كثير موضوع عائش، أنا كنت يعني ماخذ منه موقف بس لما سمعت بطريقة موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف هو امرأة بيموت زوجه بتطلع على الناس تقول لهم تذكروا السمي اللي أخذه قبل سنتين، وكمان في رواية ثانية 4 سنين، هذاك هو نفس السمي اللي قتله اليوم. اي فكيف الناس نعم، بدأت الموضوع، سم وكيف اليهود. بيقول له إنه لا تلدوني، يعني نعم، فصيح عبارة إنه لا تحطوا الدواء في فمي، فبس هيك نام ولا أغمي عليه راح اتحطت. يعني في شو اي الأفعال نعم، الطفولية؟ يعني اي نعم. بغض النظر عن النبوة، فين الاحترام للموضوع؟ زوجتك الكريمة ركزت على نقطة جميلة، إنه فعلا منذ سنين ينشرون منشورات في مواقع التواصل وحتى لافتات بالشارع، ويدرسون البنات في المدارس أن يجب عليهم أن يقتدوا بعائشة. هذا صحيح هذا الكلام، ولكن أنت وزوجتك الكريمة ترون ما يجري في قناة المنتقم، كيف يستعارون منها؟ أصبحت عار الآن بعدما كانوا يطنطنونه بالاقتداء بها. يعني أصلاً عندهم عبارة اسمها كوني كعائشة، إذا تكتبها بالجوجل راح تطلع لك منشورات وصور ومحاضرات اسمها كوني كعائشة. اي طيب، صح، يعني أي نعم، يعني من الصغر يعني بدربونا انه نقول يعني لازمنا نكون مثل عائشة وهي احسن خلق الله، ولازمنا يعني نعمل كل شيء حتى يعني نصير على الاقل مثلها، ويعني نصير مثلها في شو يعني. ف أي نعم، اعوذ بالله. أي نعم، أحسنتم أحسنتم. شوف، أنا أنا الآن دخلت بالجوجل كتبت كوني كعائشة، إخواني ادخلوا وكتبوا، شوفوا المهزلة، شوف صور، منشورات، مواقع تنشر. شيخ أنا أصلا هذا هاي قناة الجزيرة مسوية مغطي على الموضوع، كان كاتبين كوني خديجة كوني عائشة، حتى شنو، حتى شوية ها، بس هذه مواقع كثيرة، كوني عائشة، كوني كعائشة، كوني كعائشة، دخلوا ضحكوا عليهم. طيب، كوني كعائشة، يم أمير قريشي صار لي الآن يركض وراكم، كوني كعائشة، وينها؟ أين التي تكون كعائشة؟ أنا أبحث عنها لن أجدها، إلى الآن ما وجدتها. إيش قد اتصلوا بي ما يقبلون،
ما يقبلون. طيب كوني كعائشة منشورات تضحكون بها على الشيعة مثل ما هم يكتبون كوني كزينب وكوني كفاطمة غيرة منهم. لا طبقوا الشيعة من يقولون كوني كزينب يصيرون كزينب. أما أنت كوني كعائشة بس منشور ما يصير طبقي، طبقي اللي سويته عائشة. رفع الله مقامكم وجمعكم مع أهل بيته صلوات الله عليهم في جنات الخلد. معلش إذا باخذ كمان شيء. إيه تفضل. إيه تفضل. هلا عائشة سببت لي مشاكل من أول ما بلشت فترة البحث، يعني بلشت بالبحث إنه بمناظرات مع الملحدين، فباخذ شبهات بدور عليها. فمر بحوار حكى لي واحد إنه حتى أقرب الناس للرسول ما كانوا مؤمنين به. قلت له كيف؟ قال لي عائشة بتقول للرسول ما أرى ربك إلا يسارع في رضاك في هواك. بيقول لي إنه كيف أول شيء الرسول بيتزوج عائشة بدأت السن، وكيف عائشة بتحكي له هيك بصورة تحريم. فلقيت عائشة مسبب لي مشاكل مع إخوان الملحدين. اي مو هي، انا سبق وان قلت هذه الكلمه، منفذ المنفذ الوحيد لاعداء محمد الحقيقي هم عائشه ابو بكر عمر صحيح بخاري ومسلم، هذا المنفذ الوحيد. والا بالله عليكم انتم تشوفوني كم مره اتصل بي ملحد، ما يقدر يوصل لمحمد، ما يقدر، لن يستطيع ابدا. اللي انت سالتني عن المشيئه الالهيه ما يقدر، لن يستطيع، لا يستطيع. الخطوط الطرق كلها مغلقة. أما نبي السنة لا، تعال جيبه أضحك يا أهل المرح. عندي ابني ألا عنده بس 3 سنوات، مفروض ألقنه كمان الشهادة ولا؟ لا 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 خلاص، هو الآن بعد خلاص يحكم عليه أنه متشيع الحمد لله، مهتدي الحمد لله. هنيا لك. سميته أو مشان الوضوء والصلاة شيخ. نعم. كيف فقط اكتب 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 في اليوتيوب الوضوء أمير قريشي، سيظهر لك مقطع أشرح فيه الوضوء والصلاة. شكر يا شيخ. يا أهلا ومرحبا. الله يحفظك والله ينصرك. الله يبارك فيك، شرفنا بكم. يا أهلا وسهلا، جمعكم الله مع محمد وأهل بيته عليه السلام. في رعاية الله، في أمان الله. زوجتي الكريمة ركزت على هالنقطة لأن متابع البث جالسة أشوف. ركزت على هاي النقطة، كوني كعائشة أو اقتدي بعائشة، هذا مثال يحتذى به في الدول والله، بالمدارس يطبون كوني كعائشة. إلا أحلى شيء يعلمون البنات الحجاب مع عائشة. يقولون للبنت يعني مثلا إذا يردون ينصحوها يقولون أم المؤمنين عائشة كانت محجبة شريفة.